تكملة لكلام الكابتن حازم، هي بعدها بسبع دقائق تحديدا بنك الزمالك احرز الهدف الثاني، يعني بعد خروج ياو انور في الدقيقه 79 اصبحت الامور ضاغطه، وبعد كده ب 10 دقائق او 12 دقيقه اصبح الزمالك هو الاخطر بالنسبه بالظبط، لان هو ياو انور هو الوحيد اللي كان بيهدد او بيعمل خطوره، لان زي ما قال حازم اصعب حاجه على اي مدافع هو الاستلام في المساحه في ظهره، وده اكبر ميزه في ياو انور انه سريع بياخد دايما اول حاجه اول طلب له في المساحه، فمش كتير جدا خالص في الدوري الممتاز ان تلاقيه بيعمل كده. كان بيستغل طلوع طبعا بنتاج لقدام، فعشان كده كان في مساحه موجوده، بقى موجود المسلوس وحسام الاثنين، فهو بيفتحوا الملعب، خاصه لما لعب بثلاثه ريان وفيصل ويا النور كان مسببين مشكله، ومشكله كبيره جدا، لان كمان في كومنت على عمر جابر يعني فاهمني، فبقى الثلاثه موجودين بطعم الراس حربه. ايه الكومنت على عمر جابر؟ يعني عمر النهارده كان قدامه ان هو ممكن يعمل مباراه كويسه، كان في مساحات كتير قوي ممكن يطلع فيها ويهاجم فيها ويبقى رئه كويسه جدا لنادي الزمالك، خاصه في الشوط الثاني لما كان حسام فيصل موجود ممكن يكون خايف على مكانه، لكن انت موجود عشان تعمل فارق كبير. يعني عمر بيمر باحسن فترات في الكوره، يعني عامل مستويات كويسه جدا النهارده، لا في الشوط الثاني كان عليه كومنتات كتير، لكن نادي الزمالك هيعاني باصابه زيزو وهيعاني باصابه ناصر في الماتشات اللي جايه، خاصه ان السكواد اللي موجود في نادي الزمالك مش عريض خالص تماما، هم في 10 او 11 لعيب دكه مش نفس المستوى اللي في اللي جوه الملعب، فزي ما قال حازم كده هو فعلا مباراه تكسب ولا تلعب.